اهلا بحضراتكم. النهارده احنا بنعمل جوله اقتصاديه قناه النيل تحت زياره اثر هام جدا غالي على قلب كل سكان القاهره وبالاخص سكان مصر الجديده. لكن ده كان طلب منذ تولي المنصب من جميع سكان مصر الجديده. قصر القارون ما ينفعش يبقى كده. حضرتك تخيل الصور الوحشه اللي كنا بنشوفها على الحيطان وال كريم الشخبطه بالاسود والعلامات بالدم، وكان منظر فعلا سيء. والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نبدا العمل فيه. حضرتك تفتكر ان احنا من سنه ونص تقريبا اعلنا ان الحكومه في خطوه غير مسبوقه خصصت مبلغ 1,270,000,000 جنيه لدعم مشروعات الاثار. من ضمن مشروعات الاثار كان قصر البارون. قصر البارون اللي احنا موجودين فيه حضراتكم شايفين، افتكروا المنظر لما كنا بنيجي مش حوالي من 7-8 شهور كان عامل ازاي، الارضيات كانت عامله ازاي. اللي بيحصل ده كل الناس اللي بينفذوا المشروع بيقولوا لي بنا قصر جديد اسهل مرات عديده. حضراتكم جيتوا بنفسكم شفتوا، هو مش موضوع ترميم او عمل انشائي هندسي، هو عمل انشائي وعمل ترميم دقيق. شفتوا ازاي شالوا كل الاسقف، شالوا كل الاشكال والفرم القصيه والكرانيش كلها. وكانت هناك مفاجآت غير ساره لما نزلوها عشان كانت بايشه وكانت متهالكه، لقوا ان فوقيها ميه نتيجه ان العزل كان وحش على مدار سنوات طويله، الصرف الصحي كان بنظام قديم جدا، فالحاله بتاعه القصر فعلا ضعيفه. الشغل بدا من 12 شهر بالظبط، وقدامنا احنا وصلنا حوالي 50% تقريبا من العمل. احنا هدفنا ان احنا ان شاء الله ان احنا في خلال عام من النهارده باذن الله نفتتح قصر البارون عشان يكون مقصد للزائرين من القاهره ومن كل دول العالم. مش هيعرف قيمه الشغل الا اللي جه القصر من سنه وشاف القصر من سنه كان شكله ايه. النهارده الاعمده دي كلها اللي بدات ان هي تترمم وتتغلف مره ثانيه، المطبخ اللي موجود تحت، السخانات الزيتيه اللي موجوده تحت، السقف النهارده زي ما شفنا فوق العزل ضعيف جدا عشان يعيدوا ال 85 متر مربع بتاعه الاسطح اللي موجوده اللي كانت معموله من الرخام والموزايك، قاعدين بيجمعوها واحده واحده قبل ما يشتغلوا، بيعملوا توثيق رقمي اتعمل للقصر توثيق ليزر سكاننج 3D من جوه ومن بره.